يقول السؤال: لا شغل، لا زواج، لا بيت. نقول: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنيك من فضله. شوف يا أخي، عليك بدعاء موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. يا أخوان، يا أخوات، يا أيها المسلمون، يا عباد الله، شوف أخونا هذا يقول: لا زواج، لا شغل، لا بيت. لاحظ سؤاله: لا زواج، لا شغل، لا بيت. ما هو وضع موسى عليه السلام في مدين بعد ما سقى للمرأتين وتولى إلى الظل؟ لا زواج، لا شغل، ولا بيت. موسى عليه السلام في مدين بعد ما سقى للمرأتين تولى إلى الظل، لا زواج، لا شغل، ولا بيت. ماذا دعا؟ ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنا فقير إلى خيرك يا رب، أنا محتاج إلى خيرك يا رب. فجاءه زواج وبيت وشغل، جاله زواج وبيت وعمل. إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج. جاله زوجة وجاله عمل في رعي الغنم ومنه يأكل، وصار عند الرجل الصالح. عند الرجل الصالح كلمات عظيمة عظيمة عظيمة: إني لما أنزلت إلي من خير فقير، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، ثم إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظم هذا الدعاء!